السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. رجعت لكم طبعا بفيديوهات قوية جدا. انا كنت في مول كايرو فيستيفال، ورحت عند محل زي ما انتم شايفين اديداس. اديداس كان عامل يعني زي شو كده حلو جدا خاص بمحمد صلاح. وطبعا اقول لكم على مفاجأة حصلت معايا وشفت محمد صلاح ازاي هناك. وطبعا اخدت صور فيديوهات فظيعة، ومش هحرق المفاجأة وازاي ده بيتعمل. فخلينا بس نتكلم في موضوع صلب الموضوع. الناس اللي شككت كتير في فيديوهات الوكالة اللي انا كنت صورت منها، وقلت يا جماعة فيها اوريجينال وفيها هاي كوبي، احنا ما كذبناش على حد، قلنا هتلاقوا فيها اوريجينال. وقلت لكم تعرفوا الاوريجينال من فين؟ بثلاث علامات. وقلت لكم الكوبي بيبقى عامل ازاي، صح؟ وفي ناس قعدت تتفلزك كده وتقول كلام مش منطقي، ان كل الحاجات اللي سواء في العتبه او سواء الوكاله بتبقى هاي كوبي مش اوريجينال. احب اقول لكم ان انتم ما تعرفوش اي حاجه، ما عندكوش اي خبره، لان انا كنت متواجده في المكان الاصلي بقى اللي هو اصل الحاجه دي، واتكلمت مع مدير الفرع نفسه. وانا طبعا كنت عايزه يطلع معايا في الفيديو بس ما كانش ينفع، لان للاسف لازم ناخد اذن من الاداره نفسها بتاعه اديداس نفسه عشان يطلع يتكلم معايا في المحتوى في القناه بتاعتي. ده تعتبر دعايه يعني، تمام؟ انا اكتفيت بالمعلومات اللي قالها لي، زائد الويب سايت اللي قال يعني اللي مكتوب فيه المعلومات دي. قال لي ان اديداس بقى لها، هي طبعا شركه ألمانية بقى لها 27 سنة ما بتصنعش في ألمانيا، بتصنع في فيتنام وفي بورما وفي مصر وكمان الإمارات، وبتصنع كمان في الصين، تمام، ودول شرق آسيا. عشان كده بتلاقوا على الكوتشيهات فيتنام، وبتلاقوا كمان ميدن تشاين، وبتلاقوا كمان بورما، تمام. بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي مسكت كوتشيهات أديداس، دخلت جوه مسكت كوتشيهات اديداس. زي ما انتم شايفين في نوعين هناك من الكوتشيهات، كوتشي اسمه سبورتينج. السبورتينج ده بتاع الرياضه، هتلاقوه شكله مدي تلات شرط من الجنب، ده بتاع الرياضه. طبعا بيبقى محفور في البطانه تحت، موجود عليها كلمه اديداس، والتلات شرط اللي من الجنب دول، بصوا بقى يا جماعه مكتوب ايه، ميدن ان ايه، ميدن ان فيتنام. ده نفس الكوتشيهات اللي انا صورتها عند اوشا وعند مورانيا وعند محمد فرج في الوكاله، وقلت لكم يا جماعه ان الحاجات دي يعني اوريجينال، والناس شككت وطلعت هجمت. رحت بقى المنبع نفسه، المكان نفسه الاصلي، وصورت لكم. بصوا يا جماعه، اولا بيبقى محفور من تحت اسم البراند، وممكن ما بيبقاش اصلا محفور، يعني انا لقيت في حاجات محفور فيها الاسم وفي حاجات مش محفوره. بص مكتوب عليها ميدن ان ايه، اندونيسيا، ميدن ان اندونيسيا، انتوا واخدين بالكم؟ الكوتش ده اصلا ده اوتلوك، يعني ده للخروجات. الكوتش اللي انا ماسكاه في ايدي الاسود ده للخروجات، ده اللي بيميزه عن الكوتش السبورتنج. الكوتش السبورتنج بيبقى اخف شويه، بيبقى اخف طبعا، وغير كده كمان بيبقى محطوط عليه التلات شرط اللي من الجنب دول. اما التاني اللي هو الخروجات بيبقى اتقل منه شويه، وبيبقى مكتوب عليه العلامه التانيه اللي انا وريتها لكم، اللي انا كنت بشاور عليها دي، اللي هي زي علامه زهره اللوتس، تمام. بصوا مسكت لكم كمان كوتش تاني. البطانه نفسها اللي من جوه مش عليها تيكت، بصوا محفور كمان من الارضيه في يعني في الارضيه بتاعه الكوتشي اديداس، كلمه اديداس. في كوتشي تاني مسكته مش محفور عليه من تحت برضو اي كلام. بصوا انا صورت يعني صورت بالظبط وقربت الكام عشان خاطر تشوفوا، ولا كمان محطوط عليه يعني من البطانه التيكت، بس ده برضو منتج من منتجات اديداس، تمام. ده السبورتنج، الكوتشي اللي انا ماسكاه ده السبورتنج، هتلاقوا عليه الثلاث شرط اللي من الجنب دول، ومكتوب عليه اديداس من فوق، وزي في زهره اللوتس بس ما بتبقاش يعني ما بتبقاش بارزه كده من فوق زي اللي انا وريتها لكم في الكوتشي الاسود، ما بتبقاش بارزه من فوق. وبيبقى طبعا من تحت في الارضيه بتاعته في كلمه اديداس زي ما انتم شايفين. دي اكتر ثلاث علامات، يعني الحفر اللي هي بتبقى من جوه وبتبقى من بره، وبتبقى طبعا من الجنب. بيبقى الكوتش اصلا متقفل، حتى التقفيله بتاعته باينه جدا اللي هو اوريجينال ولا هاي كوبي. بصوا يا جماعه، دي
كوتشيهات السبورتينج الرياضة. بصوا العلامات برضو بتبقى محفورة من فوق، وبتبقى برضو 3 شرط دول من جنب اللي هي السبورتينج بالذات. بس برضو بصوا ما تلاقوش الأرضية فيها برضو علامة أديداس، يعني الأرضية بتاعته اللي من تحت دي مش البطانة، الأرضية ما بتبقاش برضو مكتوب عليها أديداس، يعني هو أديداس بس مش مكتوب. وبصوا ما عندهمش برضو اللي هو في البطانة بتاعت الكوتش من نفسها من جوه عند الرباط مش مكتوب عليها ميدن ان ايه او مقاس ايه. يعني التلات علامات دول اللي انا بقول لكم عليها مش يعني مش لازم هتلاقوها موجودة. اديداس نفسها مش حطاها، مش في كل الكوتشيهات حطاها زي ما انت شايفين. حتى في الملابس بتاعتهم بصوا ميدن اندونيسيا ميدن تركيا، بصوا كاتبين هنا ميدن ايه ميدن ان تركيا عشان هم بيصنعوا اصلا في تركيا، بس على الماتيريال بتاعة اديداس. يعني اديداس ليها ماتيريال يا جماعة، ليها خامات، الخامات دي عليها علامة الايزو، واخدين علامة الايزو فيها، ليها علامة الجودة تمام. الخامات دي بتتوضى المصانع، الاقمشة دي بتتوضى المصانع، مصانع في تركيا او دبي او مصر او اندونيسيا، بتتوضى المصانع هناك وبيشتغلوا على المقاييس بتاعة اديداس. المقاييس من ناحية ايه؟ من ناحية المقاسات، تقفيل التصميم نفسه، شكل الديزاين، هم ما عليهم اللي هم ينفذوا بس. المصانع دي ما عليها انها تنفذ وبس. لما بتيجي تطبع التيكت بتاعها بيكتب عليها ميدن ان فيتنام او ميدن ان تشاين او ميدن اندونيسيا على اسم البلد اللي طلعت منه. فما يجيش حد الله يبارك لكم يعني يعمل فزلكه كده ويتكلم في الفيديوهات ويقول لا اصلا انا بشتري. طب وريني انت يا اللي بتشتروا انتوا تمام، اديني كده اسم الموقع الاوريجينال. انا دخلت يا جماعه على الموقع ودخلت يعني للمدير الفرع نفسه واتكلمت معاه، ماسك الفرع اللي هو طبعا في كايرو فيستيفال بقى له 11 سنه، مدير الفرع بقى له 11 سنه. بصوا يا جماعه دي كانت يعني احدى الشوزات الرياضيه اللي كانت لبس منها محمد صلاح. محمد صلاح الشوز اللي كان لابسه كان عامل 9000 جنيه وشويه على الكوتش الرياضي بتاعه. ده احدى الكوتشيهات الرياضية. انا بفرجكم شكلها برضو والديزاين بتاعها عشان انا هصور لكم برضو هياها اللي بتتباع في الوكالة بتتباع في العتبة. المين اللي بعد كده مش مكتوب عليها؟ بصوا يا جماعة اللي فيه عقل عقله بريحه، اللي عايز يقتنع اهلا وسهلا، اللي مش عايز يقتنع مش مكتوب عليها حتى براحته تشتري من المكان اللي هو عايزه. بس انا عشان الحمد لله فضل رب العالمين من يوم ما اتكلمت في القناة بتاعتي وانا بتكلم على الحاجات الاوريجينال والحاجات اللي كوبي بطلع اقول ده ملبوس او ده مش ملبوس، ده مستعمل مش مستعمل، ده عليه ديسكاونت ده ما عليهوش، وبطلع اتكلم بما يرضي الله. وكل متابعينا عارفين الكلام ده كده كويس وراحوا الاماكن بالفعل اللي احنا عملنا ليها دعايه في روكس والوكاله والعتبه، ورجعوا اتكلمونا على الكومنتات وشكرونا على الحاجات اللي احنا صورناها. مش العلامات مش هنتاح حاجات مش موجوده عشان نعمل شو، بس حتى مش يعني ونجمع مشاهدات ونعمل هنروح فين رب العالمين؟ ما احنا ممكن ناخد كل ده مشاهدات وفلوس وكل ده، بس في الاخر يعني مع الانسان في ثانيه بيروح، في ثانيه واقل من ثانيه، يعني هنروح فين من رب العالمين؟ يعني في الحساب انتوا مش هترفعونا باي حاجه في الحساب يوم ما هنقف ونتحاسب عليكم ونتحاسب على الكلام اللي احنا بنقوله ده. فالمعلومات اللي انا بقولها لكم زي ما انتم شايفين، بصوا الكوتش اللي انا مسكته ده الكوتش اللي هو بتاع الخروجات بقى اللي هو بيسموه اوتلوك تمام. ده اللي هتلاقوا فيه علامة اديداس من فوق محفورة كده، بتبقى بتبصوا ب 2965 الكوتشي غير السبورتي. والأرضية يا جماعة بتبقى عاملة بتبقى بارزة كده فيها بروز شوية، ويبقى محفور عليها اسم البراند من كمبوديا. كوتشيهات تمسكوها هناك أنا مسكتها ورقة لكم مش محفور عليها أصلا اسم البراند من جوه اسم الماركة يا جماعة. فاللي هتمسكوا الكوتشي وتلاقوا البطانة بتاعته مكتوب عليها ميدن ان تشاين ميدن ان فيتنام ميدن ان اندونيسيا، ما تتخضيش وترمي الكوتشي زي ما يكون شفتي عفريت وتزجل. امسكي الكوتشي واشتريه، هو اوريجينال، هو اصلا، وبعدين بيبان في ايدك اصلا، هو اصلا يعني سوري احنا لينا نظر برضو يا جماعة، بيبان في الايد، لازم يبان في الايد، ازاي مش هيبان؟ ازاي يعني لازم يبان في ايدك؟ بيبان من تقفلته من شكله من تقل الكوتشي نفسه. الكوتشي الماركات يا جماعة بيبقى عامة خفيف، السبورتنج بتاعهم بيبقى بصوا مكتوب عليه ميدن ان تشاين الصين، صنع في الصين.
الشباشب يا جماعه دي اللي احنا بنلاقيها في سوق الخميس، كاتبين عليها هناك 595 و600 جنيه و700 جنيه. قلت وربنا ما حرمكم من اي حاجه، واصورها برضو عشان تعرفوا قيمه الايه البياعين اللي هم كتر الف خيرهم اللي بيتحرقوا في الشمس عشان يبيعوا لنا واحنا نقعد نفصل معاهم على 5 جنيه وال3 جنيه. ان هو الشبشب اقسم بالله انا مش شايفه فين ام الفرق، يعني فين كاتبين عليه 700 جنيه و500 جنيه، انا البس الشبشب ادخل بيه الحمام ادفع عليه 500 جنيه؟ طب ما ادخل حافي احسن، يعني انا مش فاهمه يعني ايه الفرق. ما علينا، خلينا في الكوتشيهات، ده اللي يهمنا وده موضوعنا وده اللي انا بتكلم فيه. طبعا عندهم مجموعه تحفه جدا، وطبعا السيل للاسف بتاعهم خلص، المفروض السيل بتاعهم شهر 8 كله. قالوا لي ان السيل خلص اصلا في لحد اخر 7. ليه يا جماعه السيل خلص بتاعكم لحد اخر 7؟ عشان خاطر الحاجات اللي كان نازل عليها سيل اتسحبت من السوق، الناس خلصتها. فبسم الله ما شاء الله، استنوني الفيديو اللي بعد ده عشان خاطر اقول لكم على المفاجاه الكبيره جدا، ازاي شفت محمد صلاح واتصورت معاه فيديوهات، وكمان يعني قضيت وقت جميل جدا هناك معاهم. وكمان ما تنسوش اللايك للفيديو والشير طبعا للفيديوهات على الفيسبوك والواتساب، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة، وتعرفوا كل اصحابكم وكل قرايبكم بالقناة. خلونا نساعد اكبر فئة من الناس، الفئة اللي محتاجة لنا، اللي فعلا محتاجة فيها حاجة حلوة، وان هي تشوف حاجة حلوة في وسط السيئات والسلبيات اللي احنا بنشوفها في حياتنا. ومعلومة مهمة جدا، هحط لكم الموقع الرسمي بتاع الشركة عشان تدخلوا طبعا تقروا عنها وتدخلوا تشوفوها، هحطها لكم بالعربي وهحطها لكم بالانجليش عشان تدخلوا طبعا الكلام ده هتلاقوه في صندوق الوصف. ما تنسوش يا جماعة تزوروا محل الاوت لوك بتاعهم عشان خاطر طبعا عشان تستمتعوا بالخصومات اللي موجودة عندهم هناك. محل الاوت يعني لايت بتاعهم ده، ده تابع لأديداس. المحلات دي بتكون موجودة في فرع الرحاب والعاشر من رمضان، والفرع المعادي جنب أكاديمية السادات. أنا هروح فرع المعادي جنب اللي هو أكاديمية السادات وأصور لكم هناك الحاجات اللي بتتباع، الموديلات بتاعتها بتبقى مثلا بتاعت سنة 2018 و17، بتبقى قبلها بثلاث سنين. بيبيعوا في الأوت لايت بتاعهم ده، المحلات اللي هي تابعة ليهم الأوت لايت، اللي هي مش أوت لايت يعني الموديلات اللي هي مش موديل سنتها، تمام، بتبقى موديل الثلاث سنين فاتوا او سنتين فاتوا. كل الاعمار طبعا والمقاسات موجوده بتبقى هناك، هروح واصور لكم فيها عشان برضو تبقوا واخدين خلفيه عن الحاجات الاوريجينال اللي بتبقى تابعه للماركات اصلا، المحلات الماركات. بس خلينا في اديداس دلوقتي فيها، وتابعوني الفيديو اللي ورا ده هعمل لكم مفاجاه هايله جدا.